من خلال البلاي ليست أو قائمة التشغيل في القناة بإمكانكم استعراض جميع الفيديوهات الموجودة في داخل القناة. وطبعا كانت آخر سلسلة تحدثت عنها هي سلسلة تشخيص البكتيريا المهمة طبيا، وانتهينا من تشخيص الاستافيلوكوكس سبيشيز. ولأن تشخيص البكتيريا المهمة طبيا راح تتضمن فيديوهات كثيرة، فمن باب التنويع سأتوقف وأنتقل لسلسلة أخرى، ثم سأعود في مرات قادمة لاستكمال طرق تشخيص البكتيريا المهمة طبيا. لذا سيكون هذا الفيديو هو الفيديو التعريفي بمحتوى السلسلة الجديدة اللي راح استهدف فيها الموليكولر بيولوجي أو البيولوجيا الجزيئية. أهلا بالجميع، أنا فايزة غلاب، منشئة محتوى هذه القناة. فكرة القناة أقوم بشرح الفحوصات المخبرية بشكل مبسط، بما في ذلك التقنيات المستخدمة في إجراء هذه الفحوصات، مع بعض من النصائح في البحث العلمي. فإن كنتم من المهتمين فلا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس، واعطوني من وقتكم دقائق ويلا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خلال هذه السلسلة سنتعرف في البداية على كيفية اكتشاف الـ DNA، ثم بعد ذلك سوف نتعرف مما يتركب الـ DNA. بعدها سأنتقل للحديث عن طرق استخلاص الـ DNA وأنواع العينات اللي ممكن نستخلص منها الـ DNA. سنتعرف أيضا بشكل عملي على طرق الاستخلاص الخاصة بالـ DNA، خاصة الاستخلاص بطريقة السبين كولوم، والاستخلاص أيضا بطريقة السرتينج أوت. ثم بعد ذلك سوف نتعلم كيفية التحقق من نقاوة تركيز الـ DNA بعد عملية الاستخلاص، وسأختتم السلسلة بالحديث عن الترحيل الكهربائي وكيفية عمله. إذا هذه هي المحاور اللي راح أستهدفها خلال هذه السلسلة واللي راح أبدأها إن شاء الله في الأسبوع القادم. ألقاكم على خير كل يوم جمعة الساعة 7 مساء، كونوا على الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.